الكفاءات تستحق أن تكون في المشروع القادم. حيث عندما قام جلالة الملك بإطلاق المشروع السياسي إطلاقه على أمرين، لا أصلح السياسة دون الاقتصاد. عندما أصلح السياسة يجب أن أصلح الاقتصاد وأقوي الذراع الاقتصادي. أود الإجابة عليه. الأداة الرئيسية الفاعلة لممارسة الديمقراطية هو من خلال العمل الجماعي المتمثل في العمل الحزبي. لا يمكن أنه إحنا نتحدث عن إصلاح كامل ما لم نجد حل للبطالة. يكون هناك تمكين اقتصادي للشباب والمرأة. بدي أشكركم أنتم على سعة صدركم في تلك الفترة، على ما قدمتموه من ملاحظات أظهرت أدب الشباب الأردني وحرصه واشتباكه.